أكبر إن عليا ولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم العنهم جميعا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في عافية منا والعن أعداءهم وارحم أولياءهم واجعلنا معهم في الدنيا والآخرة وترحم بهم على عجزنا يا رب يا الله. الموضوع الإيمان والكفر. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما كان بالنسبة للماضي ولا يكون ولا هو كائن. هذا الشيء ما كان في الحاضر، هم لا يكون في المستقبل، هم لا يكون. ما كان ولا يكون ولا هو كائن. نبي طبعا، والمرسل أيضا، والوصي أيضا، ولا مؤمن والمؤمن أيضا، إلا وله قرابة يؤذيه أو جار يؤذيه. القرابة والجار نموذجان، مثالان. أي هناك مشاكل ومصائب بالنسبة للأنبياء والمرسلين والأوصياء صلوات الله عليهم، رفع درجة. بالنسبة للمؤمنين والمؤمنات، حطوا سيء، كفارة خطايا. ما كان ولا يكون ولا هو كائن، نبي ولا مؤمن، إلا وله قرابة يؤذيه أو جار يؤذيه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب. أبو لهب عم رسول الله صلى الله عليه وآله. وفي أقرباء المعصومين الأربعة عشر صلوات الله عليهم، هناك الكثيرون الذين كانوا يؤذون المعصومين صلوات الله عليه. وبالنسبة للجيران نفس الشيء، بالنسبة للمؤمنين والمؤمنات هم نفس الشيء. الأقرباء
قد يؤذون المؤمنين والمؤمنات، والجيران قد يؤذون المؤمنين والمؤمنات، وهذان نموذجان، والمصائب متنوعة كثيرة. حديث شريف آخر، قال الإمام الصادق صلوات الله عليه، طبعا سيأتي حديث أكثر تفصيلا في المستقبل القريب إن شاء الله تعالى بهذا المعنى. قال الإمام الصادق صلوات الله عليه: الجوع والخوف. هسه مو شرط الجوع العقلي، أي صدق الشخص يكون جائع مدة 24 ساعة، مدة 28 ساعة لم يرى شيئا يأكله ولا شيئا يشربه، لا، الكلمة عرفية. الجوع والخوف، يسأل الخوف من السلطان، من رئيس العشيرة الظالم، من جار ظالم، من قريب ظالم، ومن أشبه. الجوع والخوف أسرع إلى شيعتنا من ركض البراذين، يعني قبل ما تعرف القضية شلون صارت تشوف نفسك جائع، أي فقير إلى هذه الدرجة، تشوف نفسك خائف في وطنك، خائف وتهاجر إلى مكان آخر، فهم تشوف نفسك جائع، هم تشوف نفسك خائف. الجوع والخوف أسرع إلى شيعتنا من ركض البراذين. حديث شريف آخر، المسافرون في البحر قد تتحطم سفينتهم، فهذول يطوفون على البحر، إذا الشخص ما يعرف السباحة خو معلوم، إذا حيوانات البحر الكبيرة تأكله بسرعة معلوم، إذا لا يعرف السباحة، السباحة لا تنجي، السباحة تنجي في النهر وليس في البحر، فإذا يعرف السباحة فقصارى ما يتمكن أن يعمل أنه يوصل نفسه إلى قطعة من السفينة المحطبة فيأخذها وربما يركب عليها فيصارع الأمواج، أما على قطعة من السفينة يعرف السباحة فلا يغرق. دققوا النظر، تصوروا الموقف. قال الإمام الصادق صلوات الله عليه: لو أن مؤمنا على لوح في البحر، لوح من السفينة المحطمة، لقيض الله له، قيض يعني بعث منافقا يؤذيه. مو شرط المسافرون كلهم يكونون مؤمنين، لا، ربما هم يكون بيهم منافق، فهذا المنافق هم يعرف السباحة، يسبح يجي باتجاه هذه اللوحة اللي تمسك بها المؤمن، فيصير شريك المؤمن في اللوحة فيأذي المؤمن. لو أن مؤمنا على لوح في البحر لقيض الله له منافقا يؤذيه، ليش؟ لتطهيره من السيئات. فأذية المنافق هذا في هذا الموقف الصعب أهون من العذاب في الاحتضار، من العذاب في البرزخ، من العذاب عند الخروج من البرزخ إلى يوم القيامة، من العذاب في القيامة، ما
من العذاب عند دخول جهنم، من العذاب في جهنم، من العذاب في قعر جهنم. إذن نماذج. لو أن مؤمنا على لوح في البحر لقيض الله له منافقا يؤذيه. وبعد هذا الحديث كلش صريح ويقسم الظهر قسمة. قال الإمام الصادق صلوات الله عليه: إن الله عز وجل جعل المؤمنين في دار الدنيا غرضا لعدوهم. غرض يعني هدف. العدو ما له شغل إلا أن يؤذي المؤمن، والمؤمنة ملحقة بالمؤمن. إن الله جعل المؤمنين في دار الدنيا غرضا لعدوهم، مو في ليلة مو في نهار، دائما حتى ذنوب تتبخر، حتى ذنوب تتبخر. حديث شريف آخر هم دققوا النظر، هذني نماذج، هذني أمثلة، إن تفكروا فسجلوا نماذج وأمثلة أخرى تعرض للمؤمنين والمؤمنات. روى أبو حمزة الثمالي رضوان الله تعالى عليه، راوي دعاء السحر الطويل عن الإمام زين العابدين علي بن الحسين السجاد عليهما السلام، قال: قال الإمام الصادق صلوات الله عليه: يا أبا حمزة، ما كان ولن يكون، واحد للماضي وآخر للحاضر والمستقبل، مؤمن إلا وله بلايا أربع، أربعة أصناف من المصائب. هسه فكر، المصائب يصيرن 40، فكر أكثر، المصائب يصيرن 400، فكر أكثر، المصائب يصيرن 4000 وأكثر. إما يكون له جار يؤذيه، أو منافق يقفو يتبع أثره، يعني يتجسس عليه، شنو يسوي حتى يخبر الناس، أو منافق يرى قتاله جهادا، لا أصلا يقاتل، أصلا يقاتل، أو مؤمن يحسده، هذا مثله. ثم قال، شوفوا تعليق الإمام، ثم قال: أما إنه المؤمن الذي يحسده أشد الأربعة عليه، أشد المصائب الأربعة على هذا المؤمن. ليش؟ لأنه المؤمن الحاسد يقول فيصدق عليه، كل شيء يقول الناس يصدقوا. حديث شريف آخر روى عبد الله بن المبارك، قال: سمعت الإمام الصادق عليه السلام يقول: إذا أضيف البلاء إلى البلاء كان من البلاء عافية. موضوعنا البلاء الذي يطهر المؤمن المذنب. فهذه الجملة ربما معناها هذا الشيء، يعني ذنوب المؤمن كثيرة، فبلاء يصير على بلاء، أنواع البلاء هم تصير كثيرة، فتغسل بمجملها مجمل ذنوب المؤمن، هذا معنى. وربما للحديث الشريف معنى آخر على طبق الآية الكريمة: إن مع العسر يسرا.
يعني إذا البلاء ازداد يكون بعده الفرج. فإذا هكذا فسرنا الحديث، الحديث يصير أجنبي عن موضوعنا، يدخل في موضوع آخر. قال الإمام الصادق عليه السلام حديث شريف آخر: إن أصابكم تمحيص، اختبار، تطهير، غسل، امتحان، فاصبروا، لا تجزع، لا تعترض على الله عز وجل، لا تقول الله ما يشوف غيري، لهذا يصب مصائب علي. فإنما يبتلي الله المؤمنين، الله يمتحن المؤمنين، الله لا يمتحن الكافر، الزنديق، الملحد، الناصب، المنافق ومن أشبه. هذولاك أدوا امتحانهم بصورة سيئة وسقطوا، القضية خلصت، القضية خلصت، الموضوع انتهى، الملف سدوا خلص بعد. أما هذا المؤمن لا يتعرض للامتحان، فيقولوا له ترى هذا امتحان إلهي، لا تجزع، لا تنهزم من الامتحان، لا تعترض على الله. مثل ما أطفال المدارس الحديثة في الامتحان لا يجزعون، لا يتهربون، لا يعترضون على الأساتذة مالتهم وأجهزة الامتحان مالتهم، لأن يدرون الامتحان طريق إلى النجاح ثم إلى المدارج العالية الدنيوية إذا تريد والأخروية إذا تريد. إن أصابكم تمحيص فاصبروا، فإنما يبتلي الله المؤمنين. زين، هسه الإمام يحكي بصورة مختصرة جدا. هسه المؤمن يصبر عند الامتحان؟ لا، إذا كان يصبر ما كان يصير كافر، ما كان يصير منافق، ما كان يصير ناصب. فإذا عند الامتحان لا يصبر فيسقط. خب، من ينجح؟ من يصبر. من يصبر قليل فالناجح قليل. شوف التعليق: ولم يزل إخوانكم قليلا. لم يزل يعني من الأول وإلى الآن وهلم جرا. المؤمنون قليلون. أنت دع عنك الإحصاءات، الإحصاءات تدور على الظاهر والإيمان يدور على الباطن. ولم يزل إخوانكم قليلا، هسه الشيء اللي يقصم الظهر، ألا وإن أقل أهل المحشر المؤمنون. المحشر يشتمل على المليارات من البشر، على كل البشر في مكان واحد. إش قد منهم مؤمنون؟ ألا وإن أقل أهل المحشر المؤمنون، أكثرهم الكفرة، الزنادقة، الملاحد، النواصب، أهل الأديان الإلهية المحرمة، أهل الأديان البشرية الموضوعة. هسه الشيء اللي يقصم الظهر بعد القصمة الأولى، فإذا أهل المحشر المؤمنون قليلون، فعندما تدخل الجنة إن شاء الله تعالى فأهل الجنة قليلون. هسه روح دور في الجنة،
تشوف ما أدري الولدان المخلدين، تشوف الحور العين، تشوف أي شيء اللي تريد، أما المؤمن متشوفه لازم تبحث عنه، لأن الجنة وسيعة والمؤمن قليل، وين تشوفه؟ متشوفه. إن أصابكم تمحيص فاصبروا، فإنما يبتلي الله المؤمنين ولم يزل إخوانكم قليلا. ألا وإن أقل أهل المحشر المؤمنون. في الدرجات الدنيوية من الشكل حسب المثال التوضيحي، كم واحد عنده شهادة الابتدائية وكم واحد عنده شهادة المتوسطة وكم واحد عنده شهادة الثانوية وكم واحد عنده شهادة الكلية، واروح على أصحاب الكليات المتخرجين من الكليات، كم واحد عنده بكالوريوس، كم واحد عنده ماجستير، كم واحد عنده دكتوراه، وبعد الدكتوراه كم واحد هذا عندما تراجع الإحصاءات تشوفه بروفيسور. بروفيسور. ثم نروح على مثال توضيحي آخر، هذا الدكتور كم واحد من الدكاترة دكتور في الفيزياء الذرية؟ روح قول كم واحد. أما كم واحد منهم دكتوراه في اللغة العربية وآدابها؟ هي روح، هي فكر، هي فكر على مود، على مود شهادة تشوف لك خبز في الدنيا، مهندس، محامي، طبيب، ما أشبه هالشكل لازم يتعبون، فعلى مود الجنة شلون لازم يتعبون؟ قال أمير المؤمنين عليه السلام، وهذا معروف عنه، لا يخدع الله عن جنته. يصير طفل بيد قطعة ذهب مالت أمه، هذا جايب هدا يلعب وياها بالعقد، يصير تطيه شوكليته وتاخذ هالقطعة منه لأن طفل، فيخدع عن ذهبة أمه الغالية. أما الله مو طفل، يخدع عن جنته الأغلى من الغالية. حديث شريف آخر، قال الإمام الصادق عليه السلام، ما أفلت المؤمن من واحدة من ثلاث. عندك ثلاث مصائب، أمثلها، نماذجها، مو ثلاثة، ثلاثمية، مو ثلاثمية، ثلاثة آلاف، مو ثلاثة آلاف، أكثر. وأفلت هربة المؤمن اللي مسوي ذنب وما متمكن بمحايات الذنوب المتنوعة يمحو ذنبه، فهذا لازم يعاقب. فإذا يعاقب فما يتمكن يتهرب من يد الله عز وجل القادر القدير المقتدر. ما أفلت المؤمن من واحدة من ثلاث، ثلاث مصائب، وربما اجتمعت الثلاث عليه، الأولى والثانية والثالثة. شنو الثلاث؟ تعال على المصائب، بس إن شاء الله النساء في هالجملة ما يروحون على موقع الحديث الشريف على الإنترنت. إما أن يكون معه، مع المؤمن في الدار، من يغلق عليه الباب. من يغلق عليه الباب يعني منه، زوجته،
هسه أو بنته حتى لا تصير عليه هوسة، أو ابنه أو أخوه اللي يحسب من عياله، أو أخته أو عمه أو خاله أو ما أشبه، أو ما أشبه، ما دام عندي مهرب ليش أورث نفسي؟ لأن ربما إنسان في داره يعيش جماعة مو شرط إلا زوجته، إما أن يكون معه في الدار من يغلق عليه الباب، فهذا شنو؟ يؤذيه. شنو يسوي؟ هذا كان خارج الدار في السوق، هسه أجل الدار، زين؟ هسه باقي في الدار إلى نهار غد حتى تخرج أو يخرج من الدار، فيعني لاصق أو لاصق بي، شنو يسوي وياه؟ هذا يأذي، إما يأذي بلسانه أو يأذي بتصرفاته أو ما أشبه. إما أن يكون معه في الدار من يغلق عليه الباب يؤذيه، أو جار يؤذيه. شنو؟ أتمكن أبيع داري وأشتري دار أخرى في محل أخرى، شنو القضية سهلة؟ فالجار قاعد على قلبي، أو شيء في طريقه وحوائجه يؤذيه. هذا من داري يروح للمدرسة لمتجرة، من داري يروح حتى يشتري سمك مثلا أو فاكهة أو مخضرات أو ما أشبه، فيلتقي بناس أشكال وأرناق، كل واحد فرد شكل يأذي، كل واحد فرد شكل يأذي، شنو يسوي؟ ولو أن مؤمنا على قلة جبل، يقول أنا ما أعيش في المدن اللي ناس بيها فحتى أتأذى، أنا أروح أعيش في الجبل، مو هم في السفح، وإنما أروح على القمة أعيش، اللي ماكو إنسان عاقل يجي يعيش على القمة، مع ذلك الله يريد يعاقبه. ولو أن مؤمنا على قلة جبل لبعث الله إليه شيطانا، شيطان يجي يوسوسه، شنو يسوي؟ شيطان يجي يوسوسه، خو هسه هذا المؤمن ماكو إله مهرب؟ أكو، ويجعل له، الله يجعل للمؤمن من إيمانه أنسا، إذا مؤمن يقاوم الشيطان، الشيطان ما عنده شغل به، يريد يطهر ذنوبه بإذن الله عز وجل. مرة أخرى للتأمل، قال الإمام الصادق: ما أفلت المؤمن من واحدة من ثلاث، وربما اجتمعت الثلاث عليه، إما أن يكون معه في الدار من يغلق عليه الباب يؤذيه، أو جار يؤذيه، أو شيء في طريقه وحوائجه يؤذيه. ولو أن مؤمنا على قلة جبل لبعث الله إليه شيطانا، ويجعل له من إيمانه أنسا لا يستوحش إلى أحد. طبعا بينا فيما سبق بصورة مجملة كإشارة أنه مو شرط المصيبة اللي تجي لتطهير الذنوب، لا، هم أكو لهدف إلهي آخر. فإذا شفت مؤمن دا يشوف مصيبة، لا تقول فإذا هذا كان فاعل ذنب وهذه المصيبة تطهير من ذلك الذنب، لا، مو شرط، يعني لا تستعجل. حديث شريف آخر، هذني أمثلها، مو شرط إلا هذا المثال لازم يكون في المؤمن المعين، لا، ربما هذا المثال في المؤمن المعين ما يكون، أما يكون في مؤمن ثاني، ويكون في المؤمن المعين مثال آخر.
قال الإمام الصادق صلوات الله عليه: ما من مؤمن إلا وبه وجع في شيء من بدنه لا يفارقه حتى يموت. صديقي عنده وجع الركبتين، قبل 5 سنوات هذا الوجع ويا، وقبل 10 سنوات هذا الوجع ويا، قبل 15 سنة هذا الوجع ويا، قبل 20 سنة هذا الوجع ويا. ليش؟ يكون ذلك كفارة لذنوبه. اشكد هذا يذنب. بعد انت تشوف الشيطان والنفس الأمارة بالسوء وصديق السوء هي المجتمع الفاسد. وهالليلة يستمع إلى أغنية، والليلة القادمة هم نفس الشيء، والليلة اللي بعدها هم نفس الشيء. فالله يطهره هم ينجس نفسه، هم الله يطهره هم ينجس نفسه. والحق وياه مو الحق الشرعي وياها، يعني الامتحان الإلهي عسير، الامتحان الإلهي عسير. عينا مثل هذا اللي وياه سكري، واجي شهر رمضان المبارك في الحسينية الليلة الأولى أكل بقلاوة واتأذى، وبعد تعهد أنه في الليلة الثانية ما يأكل بقلاوة، في الليلة الثانية أكل شعرية، في الليلة الثالثة أكل بامي، في الليلة الرابعة أكل زلابي. يعني قوة الإغراء، قوة الإغراء. فيتأذى يبلع حبوب ويراجع الطبيبة، الطبيب يدردم عليه فيتحمل الطبيب، أما هم يرجع للمجتمع وهم نفس الشيء. ما من مؤمن إلا وبه وجع في شيء من بدنه لا يفارقه حتى يموت، يكون ذلك كفارة لذنوبه. حديث شريف آخر، قال الإمام الصادق صلوات الله عليه: لا تزال الغموم والهموم، لا تزال يعني باستمرار، باستمرار مثل دولاب، لا تزال الغموم والهموم بالمؤمن حتى لا تدع له ذنبا، حتى لا تترك الغموم والهموم للمؤمن ذنبا. ما تريد الهموم والغموم لا تسوي ذنوب. يقول أصمم، أما شنو أسوي؟ ما أقدر. في وقته أنهار. حديث شريف آخر: إن العبد المؤمن ليهتم في الدنيا، يصيبه الهم في الدنيا. ليش؟ الله مو أرحم الراحمين؟ لأن الله أرحم الراحمين يريد يعاقب عقوبة أهون من عقوبة شديدة. إن العبد المؤمن لا يهتم في الدنيا، ليش؟ حتى يخرج منها ولا ذنب له. حتى عندما يخرج من الدنيا ما يكون عنده ذنب، لأن إذا عنده ذنب فيشوف عقوبة شديدة في الاحتضار، وربما في البرزخ، وربما عند الخروج من البرزخ إلى القيامة، وربما في القيامة، وربما عند الخروج من القيامة إلى جهنم، وربما في جهنم، وربما في قعر جهنم، لأنه أرحم الراحمين هالشكل اللي يسوي به. حديث شريف آخر: تلون مثيله فيما سبق. المؤمن بعرض كل خير، بعرض كل خير أي في معرض كل خير. المؤمن إذا كان مؤمن واقعا فهذا ماكو عليه مشكلة، لأن في كل الحالات يعمل بتكليفه الشرعي. إذا في كل الحالات يعمل بتكليفه الشرعي
فهذا بعد ماكو عليه ذنب حتى يعاقب على ذنبه. لو قطع أنملة كان خيرا له. إذا الحاكم الظالم أخذه وداه للسجن، خلاه تحت التعذيب، قطع أعضاءه، هذا خير له. ليش؟ لأن هذا صبر على السجن والتعذيب فصار مرفوع الرأس فجمع ثوابات للجنة. ولو ولي شرقها وغربها، ولو صار حاكم على كل الدنيا مو على منطقة صغيرة من الدنيا، كان خيرا له. لأن إذا حاكم يعمل بالإسلام، إذا سجين معذب هم يعمل بالإسلام. هذا الحديث دا ينظر للمؤمن من هذه الزاوية. بس القضية شنو؟ القضية أنه موضوعنا في القسم الأول من الحديث الشريف، ليش يروح للسجن؟ ليش يقطع أنملة؟ ربما لتطهيره من الذنوب، ربما، بس هم أكو غاية إلهية أخرى من السجن والتعذيب، مو شرط إلا التطهير من الذنوب. المؤمن بعرض كل خير، لو قطع أنملة كان خيرا له، ولو والي شرقها وغربها، شرق الدنيا وغرب الدنيا. ولي أي صار وليا هناك، أي صار حاكما. ولو ولي شرقها وغربها كان خيرا له. حديث شريف آخر. إخواني، في كل شيء أكو قاعدة. يعني مثلا عندك راعي إبل، هذا مو وحده في الدنيا، هم أكو راعي ثاني، هم أكو راعي ثالث، هم أكو راعي رابع، وهكذا. فالراعي يجيب إبله العطاشة على الماء، فإذا تشوف إبل غريب هم يجي على نفس الماء، هذا الراعي حاجز هذا الماء لإبله، فما يخلي إبل آخر يجي، لأن هذا الإبل الآخر يصير في ضرارة يشرب من هذا الماء، فهذا الراعي الأول تعب على هذا الماء، فليش إبل غريب يجي يشرب؟ لهذا شنو يسوون الرعاة؟ يعرفون الإبل مالهم والإبل مال غيرهم، لهذا إذا شاف إبل غريب ده يجي ما يعطي رخصة. فالله يذود المؤمن، يدفع المؤمن عما يشتهيه، يعني ما يخلي هذا الشيء المضر إليه يلحق به، أو ما يخلي المؤمن يحصل هذا الشيء الذي يضره. إن الله يذود المؤمن عما يشتهيه، كما يذود أحدكم الغريب عن إبله ليس منها. إذا يشوف إبل غريب ليس من إبله، الراعي الأول يذوده، يدفعه. يا أخو خلي ياخذك الحنان على الإبل الغريب، يقول له هذه في ضرري، أنا تعبت على هذا الماء حتى أريد أطيل إبلي. نفس الشيء في الشهوات المضرة للمؤمن، يا ربي أنت أرحم الراحمين، فخلي المؤمن مر يروح للمرقس المختلط، الله يقول له هذه في ضرر، إذا أنا أرحم الراحمين ما أخلي يروح، ما أخلي، لأن أنا أحبه، ما أريد يتورط. حديث شريف آخر، قال رسول الله صلى الله عليه وآله، وتعال شوف الحديث شلون يقسم الظهر. إن العبد المؤمن لا يطلب الإمارة والتجارة. الإمارة يعني يصير حاكم،
يعني يصير من أعوان الظلمة. يا ربي إلى متى أنا أكون بورتر؟ خليني أصير وزير. تصير وزير تعمل حسب دساتير الحاكم، والحاكم مالك ظالم. شيء آخر، يا ربي إلى كم أنا كسبي يكون سبزي؟ 50 سنة أبيع سبزي. خو هسه هذا صار يعني عمل، وش تريد؟ أريد أشوف لي درب حتى أتاجر بالهيروين، لأن هذا نفع كثير، نفع كثير. الله يقول مو صالح إليك، مو صالح إليك. أولا التجارة بالهيروين حرام، محرمة. ثانيا المال الكثير إذا إجاك فتشتري بأنواع المحرمات. إن العبد المؤمن لا يطلب الإمارة، الأمارة والتجارة، عفوا الإمارة والتجارة، حتى إذا أشرف من ذلك على ما كان يهوي. طلب طلب طلب، بس بقت المرحلة الأخيرة، رئيس الوزراء يوقع أنه هذا يصير وزير. بعث الله عز وجل ملكا وقال له عق عبدي، العقوق ضد البر، وصده امنعه عن أمر تجارة إمارة لو استمكن منه، لو الأمر استمكن من المؤمن أو المؤمن استمكن من الأمر، أدخله النار. فيقبل الملك فيصده، يصد المؤمن بلطف الله. شوفوا بلطف الله، لأن الله لطيف بهذا المؤمن، فيصده بلطف الله فيصبح وهو يقول، يروح لرئيس الوزراء، رئيس الوزراء يقول وجدنا أفضل منك لهذه الوزارة. فعل الله به وفعل، يعني شنو؟ دعاء ضد، يعني إن شاء الله الله يعني هذا اللي سبب اللي الوزارة تروح من إيدي، إن شاء الله الله يقتله، إن شاء الله يطلق زوجته الليلة، ما يخلي الطلاق إلى غد، يقوم يدردي. يقول وما يدري أن الله الناظر له في ذلك. تروا لك الله سواه، فدا تدعو على الله عز وجل. ولو ظفر به أدخله النار، ظفر به يعني حصله. إذا هذا المنصب ظفر بالمؤمن أو المؤمن ظفر بهذا المنصب، أدخله النار أعوان الظلمة من أصحاب النار، تجار الهيروين وما أشبهها من أصحاب النار. قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن العبد المؤمن لا يطلب الإمارة والتجارة حتى إذا أشرف من ذلك على ما كان يهوي أي يحب، بعث الله ملكا وقال له عق عبدي، وصده عن أمر لو استمكن منه أدخله النار. فيقبل الملك فيصده بلطف الله فيصبح هذا المؤمن وهو يقول لقد دهيت، ومن دهاني فعل الله به وفعل، وما يدري أن الله الناظر له في ذلك، ولو ظفر به أدخله النار. حديث شريف آخر، قال رسول الله السقم يمحو الذنوب، الأمراض اللي بها ألم، يعني ربما مرض ما بألم، ربما مرض بألم، الأسقام يعني الأمراض اللي بهن ألم،
السقم يمحو الذنوب، هذه في صالحك، هذه في صالحك. وبعد ساعات الوجع يذهبنا ساعات الخطايا. يقول 3 ساعات كان عندي وجع الخاصرة، الآن ما معلوم، ربما 30 ساعة في عمرك كنت مشغول بالذنوب. الأول ما رسول الله، الثاني ما رسول الله، هذا الثالث ساعات الهموم، ساعات الكفارات. في السوق التاجر انكسر فتغزوه الهموم، لأن قبله هواية مسوي ذنوب، فشايف لذة الذنوب، ضايق لذة الذنوب، فهسه هاي الهموم تغسل الذنوب تلك. شوفوا 3 أحاديث نبوية، واحد بعد آخر. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: السقم يمحو الذنوب. وقال صلى الله عليه وآله: ساعات الوجع يذهبن ساعات الخطايا. وقال صلى الله عليه وآله: ساعات الهموم، ساعات الكفارات. حديث شريف آخر دققوا النظر، الحديث بتفصيل. روى سعد بن طريف قال: كنت عند الإمام الباقر عليه السلام، فجاء جميل الأزرق فدخل عليه. سعد موجود، جميل الأزرق هم إجي، حسب ما يبدو أناس آخرون أيضا كانوا موجودين. فذكروا بلايا للشيعة وما يصيبهم، صارت قعدة ذكروا فيها بين يدي الإمام عليه السلام البلايا المصائب اللي تغزو الشيعة. فقال الإمام الباقر: إن أناسا أتوا علي بن الحسين صلوات الله عليهما وعبد الله ابن عباس، فذكروا لهما نحو ما ذكرتم. جماعة اجوا للسجاد وجماعة اجوا لعبد الله بن العباس، هم بينوا مصائب الشيعة. فأتيا الحسين بن علي عليهم السلام، فالسجاد وعبد الله بن العباس معا اجوا حتى يطرحون القضية على الإمام الحسين صلوات الله عليه، فذكروا له ذلك. ليش المصائب تغزو الشيعة؟ فقال الإمام الحسين: والله البلاء والفقر نوع من أنواع البلاء، والقاتل نوع من أنواع البلاء، أسرع إلى من أحبنا من ركض البراذين. أذنبت ذنوب، هسه لازم تشوف عاقبة الذنوب. ومن السيل إلى صمره، الصمر مستقر السيل، السيل بقوة يجي من الأعالي إلى المنحدرات ثم يستقر في شنو؟ في البقعة الأخيرة من الأرض. قلت: وما الصمر؟ قال: منتهاه، منتهى السيل، حوض السيل، مكان اجتماع مع السيل. دقق النظر: ولولا، هذا كلام الإمام الحسين صلوات الله عليه، ولولا أن تكونوا كذلك لرأينا أنكم لستم منا. إذا تسوي ذنب ومتشوف عقاب، فإشلون أقول لك يا مؤمن أنت مني؟ على أي أساس أنت مني؟ أنت مني إذا تعمل بديني. لم تعمل بديني فأذنبت، وما شفت التطهير الإلهي للذنب، فإشلون أقول لك أنت مني؟
يعني افرح عندما تشوف مصيبة، وما لازم غيرك يبين لك، بل الإنسان على نفسه بصيرة. أنت فكر في ماضيك تشوف تستحق أكثر من هالعقوبات الإلهية، ويعفو عن كثير. هذا كلام الله عز وجل في القرآن الكريم. روى سعد بن طريف قال: كنت عند الإمام الباقر فجاء جميل الأزرق فدخل عليه فذكروا بلايا للشيعة وما يصيبهم، فقال الإمام الباقر: إن أناسا أتوا علي بن الحسين وعبد الله بن عباس فذكروا لهما نحو ما ذكرتم، فأتيا الحسين ابن علي فذكر له ذلك، فقال الحسين: والله البلاء والفقر والقتل أسرع إلى من أحبنا من ركض البراذين ومن السيل إلى صمره. قلت: وما الصمر؟ قال: منتهاه. ولولا أن تكونوا كذلك لرأينا أنكم لستم منا. حديث شريف آخر: إذا أحب الله عز وجل عبدا نظر إليه، نظر إليه، الله ما عنده عين، نظر إليه يعني حن إليه، زين، فالله أحبه. إذا أحبه الله شلون يخلي نجس؟ شلون يخلي متنجس؟ فيطهره. إذا الأماية تحب ابنه ابنها، فإشلون تخلي وسخ؟ فحتما تودي للحمام. هسه خلي الابن يصيح بالحمام، ما يحب الحمام. إذا أحب الله عبدا نظر إليه، فإذا نظر إليه أتحفه من ثلاث بواحدة. إذا الله حن إلى العبد فيتحفه، يعطي تحفة، فالعقوبة الإلهية تحفة ترى، من ثلاث بواحدة. أكو ثلاث أنواع من التحف الإلهية، على الأقل الله يعطي تحفة واحدة. هسه لا تقول يا ريت الله يعطي تحفتين أو التحف الثلاث، لا، عقوبات إلهية من يتحملهن؟ الناس يحبون عفو الله ولا يحبون عقوبات الله. فإذا نظر إلي أتحفه من ثلاث بواحدة: إما صداع، إيش بي أنا ثلاثة أيام الصداع ما يفكني، وفكر في الماضي مالك، وإما حمى، وإما رمد. الرمد انتفاخ العين، انتفاخ. حديث شريف آخر: قال أمير المؤمنين عليه السلام: بأي مناسبة وقد توفي سهل بن حنيف الأنصاري رحمه الله بالكوفة مرجعه معه من صفين؟ مرجع سهل مع الإمام من صفين، يعني عند رجوعهم من حرب صفين، عندما وردوا الكوفة، هذا بعد سهل بن حنيف توفي، هذا صحابي أنصاري جليل القدر، جليل القدر، مو مثل بقية الصحابة، مو مثل بقية الأنصار. فعندما توفي الإمام قال: حسب ما يبدو عمره كان أقل من عمره اللي لازم يكون عنده. قول ليش هالشكل صار؟ لأن شاف مشاكل. ليش المشاكل قربت أجله؟ لأن هذا مسلم مؤمن تقي ورع، فيجاهد. إذا يجاهد فيشوف من الجهاد أذايا، إذا يشوف من الجهاد أذايا فعمره يقصر. لهذا قلت إذا شفت مؤمن عند مصيبة لا تقول هذا كان عند ذنب، فالمصيبة على هالأساس، لا، ربما المصيبة على أساس الجهاد.
ربما الجهاد ومشاكل الجهاد وآثار الجهاد فسببت موته المبكر. يعني لازم تلتفت، إذا شفت مؤمن مبتلى لا تقول يزين هذا كان يستحق، الله دا يطهره، لا مو شرط. قال أمير المؤمنين: وقد توفي سهل بن حنيف الأنصاري بالكوفة مرجعه معه من صفين، وكان من أحب الناس إليه. الإمام كان يحب هذا وكان يحب جماعة مثل هذا أكثر من غيره، مو كان محبوب عند الإمام، كان محبوب عند الإمام بشكل غريب. وكان من أحب الناس إليه. الإمام علق: لو أحبني جبل لتهافت. تهافت يعني ماعة ماعة متكسرة، ربما فرد شيء يتكسر، ربما فرد شيء يموع يموع. شدائد الجهاد والتقوى والورع والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما أشبه سببت موته المبكر، مو ذنوبه سببت العقاب الإلهي إليه. لو أحبني جبل لتهافت، دققوا النظر، قل ليش لو أحبني جبل لتهافت؟ الحب المستتبع للطاعة. ربما نصراني يحب الإمام، ربما واحد من الهندوس يحب الإمام، لا، الحب المستتبع للطاعة، المستتبع للتقوى والورع. إذا رجل يحب أمير المؤمنين وحبه لأمير المؤمنين يستتبع التقوى والورع عنده، هذه يموع. من يموع جهاده ورعه تقواه أمره بالمعروف نهيه عن المنكر، مو عقاب إلهي. لو أحبني جبل لتهافت. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين رب العالمين.